لما اغتيل ملك الاول من ملوك السعديين محمد الشيخ قتله الاتراك وحملوا راسه الى اسطنبول وقام معروف في اسطنبول. علاش؟ لانه الزعيم التركي طلب الملك المغربي انه استرى هذه الجمعه الخطيب يقول صلى الله السلطان الترك. الملك المغربي قال له وشنو العباره الملك المغربي كان تيسمي الملك الترك سلطان حواته تيعتبر غير سياره وجهه نظر تيقول له سلطان حواته وما تيسمي سلطان القوال يعني تيجي بلاي واغتيل هذا الشيخ. ومن ثم بخاف القلب ربما ساخرجه الى من هذا راح نعرض كفر هذاك التراك وبقات الناس تتروج وتراك لما نزلوا مصر مشات ليبيا مشات تونس مشات الجزائر مشات بغاو المغرب ستوب الشرطة ما بغاوش شكون تعرف التاريخ تنقولوا واللي بغا يشوف الوريقات موجودين قف لا بغينا نطلعوا على المحيط الأطلسي لا الجزائر تركيا مع أوروبا تتخانق المغرب معها وتركيا تجاهد من أجل بدء شريك مع المغرب لا 23 عام وتركيا تبغي دوز ما كاينش فكر في وسيلة أخرى شنو هذه الوسيلة هي وضع اليد في يد دولة إفريقية في السودان لتطوير المغرب أنا سمعت ما عم تتكلم يعني يديهم شي دولة شي جهة من الجهات المغرب اللي ما وصلها هكذا يوصلها هكذا شطويح عملية المغرب لا حصل ما يلي بعد وقعة المخازن اللي كانوا بلتقيس باغيين ياخذوا المغرب صور تكون ايضا خاطر المخازن ما تنساوهاش هذا الموضوع لأن المدعون ما خصكش هذا هو حق هذا المخازن البرتغاليين طمعين في المغرب وحصل أن دون سيباستيان ذبح في مدينة العرائش منتهى الأمر وأفرج بهذا السبب عن إخواننا في الخليج اليوم صحابنا في الخليج بداو تيقريو وقعت واد المخازين في الكتب المدرسية ديالهم علاش؟ لأن بسبب واد المخازين خرج البرتغال من عمان ومن البحرين ومن ملكة مكة وبلاشين على كل حال غير لكم غير التاريخ بحال اللي تيضرب شي طنبور تضرب هنا تيسمع تجي وهاد المخازن داز جات مع تركيا تركيا عندك تديها في يد دولة اسمها شونغاي اس او ان جي اي هي العاصمة ديالها كافو أرجوكم أن لا تحركوا أناملكم لتكتبوا هذه الأسماء إن كانت
And